رحيم. بسم الله نبدأ وعليه نتوكل بانطلاقة جديدة في هذا اليوم. الشوط الذي انطلق في هذه اللحظات تاسع الأشواط خاصة لانطلاقة ومنافسة الإبكار. متمنين التوفيق لجميع الأخوة المشاركين ضمن انطلاقات سن الإذاع لأصحاب السمو والشيوخ هنا في على أرضية ميدان المرموم لسباقات الهجن العربية الأصيلة، وهنا ضمن مهرجان سمو ولي عهد دبي في هذا العام، حيث نعيش أحداث هذا المهرجان لموسمه الرابع. هكذا مشاهدين الكرام ومتابعين الأعزاء ننطلق مع هذا الشوط لنذهب إلى المركز الأول. المراكز المتقدمة على صدارة الشوط شاهنية على المركز الأول لهجن الرياسة، محمد بن عتيق بن زيتون المهيري المجازف من يرافق هذا الاسم في عملية التضمير والتدريب. بينما في المركز الثاني التقدم بدأ بانطلاقة وحضور هذا الاسم، ألا وهي ندى لسمو الشيخ ذياب بن سيف آل نهيان. محمد بن يابر الينيبي الذي يتابع هذا الاسم بهذه الانطلاقة. نقلتنا ومتابعتنا إلى المركز الثالث إلى وجود وحضور هذا الاسم هناك بهذه اللحظات القادمة هملولة لهجن الرياسة، الظافر علي بن جميل الوهيبي من يتابع ويرافق هذا الاسم في عملية التضمير والتدريب. بينما في المركز الرابع الشاهنية المملوكة لهجن الرياسة، محمد بن عتيق بن زيتون المهيري من يطلق عنان هذا الاسم. المركز الخامس هناك التواجد بهذه اللحظات هيبة لهجن انتاج ام الزمار، يابر بن علي بن يابر النجم المري الذي يتابع هذا الانطلاق في هذه وفي هذا الاداء وفي هذه المعركه مع سن الاذاع، سن المتعه والامتاع. اتابع القادمه في هذه اللحظات هنا على المركز السابع، الوصول هنا من شقره لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم مسري بن سالم بن عرطي الحميري يرافق لنا هذه الانطلاقة مع شقرة. بينما هناك الوصول على المركز التاسع التقدم من الشاهنية لهجن الرياسة، سهيل بن أحمد بن دري الفلاحي على المركز التاسع. أما عاشر الأسماء فهذه هي العاصفة، تقدم لنا الشاهنية من خلال حضورها بهذا الشوط هنا قياد الهلالي في متابعة هذا الاسم. هكذا هي نتيجتنا إذن مشاهدين الكرام ومتابعين الأعزاء للمراكز العشر الأوائل، حيث دعناها إلى مشاهدة حضراتكم هنا عبر قناة دبي ريسنج والقنوات المصاحبة في هذا النقل مع هذه الانطلاقات المتميزة. عودة إلى الشعار الحمر، عودة إلى الرياسة، الرياسة من تهاجم الصدارة. هنا هجن الرياسة تقدم لنا الصدارة والمركز الثاني، من تسيطر على المركزين الأول والثاني بوجود الشاهنية والشاهنية هنا مع المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. هذا هو يرافق هذا الاسم لكن انتاج ام الزبار على المركز الثالث. تقدم لنا هيبة، هيبة بأدائها، هيبة بوجودها بهذا الانطلاق. من يرافق هذا الاسم؟ يابر بن علي النجم المري الذي يتابع هذا الاسم. العاصفة قادمة، هجن العاصفة قادمة بهذا الأداء. الشعار الملكي الذي يتقدم بهذه اللحظة هنا بانطلاقة الشاهنية على مستوى المركز الثالث. من يتابعها؟ قياد الهلالي في عملية التضمير والتدريب. المركز الرابع هناك القادمة في هذه اللحظات،
القادمة الشاهنية لهجن الرياسة راشد بن محمد بن سم المنصوري الذي يتابع هذا الاسم على المركز الرابع هجن انتاج ام الزبار، المركز الخامس هجن الرياسة والأسماء الأخرى القادمة حيث تشكل هذه السمفونية الرائعة من هذا التنافس على أرضية ميدان المرموم. عودة إلى المركز الأول إلى صدارة الشوط، هذه الشاهنية على المركز الأول لهجن الرياسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري الذي يطلق لنا هذا الاسم بتحركات رائعة بتحركات مميزة على المركز الأول، بينما المركز الثاني كذلك الشاهنية لهجن الرياسة بمتابعة راشد بن محمد بن سم المنصوري الذي يتابع هذا الاسم. المستحيل من يرافقها بهذا الأداء. الثالث الشاهنية لهجن الرياسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، بينما في المركز الرابع التقدم من العاصفة حيث تقدم لنا الشاهنية المملوكة لهجن العاصفة بمتابعة غياد الهلالي، بينما في المركز الخامس هناك هجن انتاج ام الزبار. هنا الخمس الأوائل في منافسة قوية في منافسة مثيرة، هنا مع هذه الشعارات مع هذه المؤسسات الكبيرة في هذه الرياضة، وهنا نعود إلى المركز الأول إلى التغيير مع الشاهنية لهجن الرياسة مع راشد بن محمد بن سم المنصوري. هنا يأتينا المستحيل، مستحيلا بالأداء دائما في هذه الرياضة يقدم لنا جديدة بتواجد الشاهنية على المركز الأول. المركز الثاني الشاهنية لهجن الرياسة، هنا محمد بن عتيق بن زيتون. الثالث هجن انتاج ام الزبار غادمة بهذه اللحظات على المركز الثالث. المركز الرابع هجن العاصفة تقدم لنا الشاهنية. المركز الخامس شاهنية لهجن الرياسة، سادسا هجن العاصفة، سابعا هجن الرياسة. ولكن عودة إلى المجازف الذي غير بدوره إلى المركز الأول ليطلق لنا الشاهنية المملوكة لهجن الرياسة. هجن انتاج ام الزبار تقدم لنا هيبة 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 والشاهنية في منافسة قوية في منافسة مثيرة. الله يا هذا الأداء، الله يا هذا الأداء. إلى أين الانطلاق؟ إلى أين؟ الرياسة الرياسة انتاج ام الزبار، الرياسة انتاج ام الزبار. اللحظات الأخيرة الشاهنية ولا هيبة؟ هيبة ام الشاهنية؟ الشاهنية مع الانتصار مع الأداء المتميز، الفوز السادس الانتصار السادس مع الشعار ومع المضمر. سلام 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 بوسعيد، سلام الرياسة، سلام الحمر. تهانينا والناموس لهجن الرياسة والتهنية لمحمد بن عتيق بن زيتون المهيري على فوز الشاهنية. المركز الثاني هيبة هجن انتاج ام الزبار، المركز الثالث هجن العاصفة، المركز الرابع هجن الرياسة، وخامسا هجن العاصفة مع هذا الأداء. تابعنا هذا الشوط المميز، تهانينا والناموس لهجن الرياسة على فوز الشاهنية بالمركز الأول. ها هي لحظات وصولها إلى خط النهاية، معلن الفوز والانتصار بهذا الأداء الجميل، حيث خطفت الشوط الماضي لتؤكد حضور هذا الشوط مع هذا الشعار شعار الرياسة. التوقيت الزمني إذن 8:58 بالوفاء والتمام، بينما في المركز الثاني يذهب إلى انطلاقة ووجود هناك من ذهب إلى المركز الثاني هيبة لهجن انتاج ام الزبار. والتهنية لجابر بن علي النجم المري حيث سجل التوقيت وقدرات 8:59 بالوفاء والتمام. تهانينا على هذا الفوز والانتصار، بينما في المركز الثالث يذهب بانطلاقة وحضور. هنا نتابع من خلال هذه اللحظات الشاهنية لهجن العاصفة والتهنية لقياد الهلالي حيث سجلت 9:01 من الأجزاء من الثانية. تهانينا والنمو.